نعود مجددا إلى ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان سيادة العميد عبد الهادي ساري لنناقش معه تفاصيل ومستجدات الملف السوري. أهلا بكم سيادة العميد. أهلا بكم، تحياتي لكم. في ظل قصف النظام المتواصل على أحياء درعا البلد بالقذائف المدفعية والهاون، إلى أي مدى يعكس ذلك فشل وتعثر المفاوضات بين اللجنة المركزية وموفدي النظام؟ تحياتي لكم ولمستمعيكم ولمشاهديكم. في الواقع أختي الكريمة، يعني منذ أكثر من 40 يوما ومدينة درعا البلد محاصرة، وطبعا محاصرة تماما من كل الجهات، وممنوع دخول الدواء والغذاء وكل مستلزمات حياة إليها. بعد ذلك أجاءت نصرة أبناء محافظة درعا لفك الحصار عن هذه البقعة الجغرافية من البلد، وتم طبعا في يوم الخميس الاستيلاء على كافة الحواجز في القرى الشرقية والغربية من مدينة درعا، ولجأ النظام بعد ذلك إلى التفاوض. يعني بعد هذه العملية يوم الخميس لجأ النظام إلى التفاوض. طبعا كان التفاوض تحت ظل قصف المدفعية والصواريخ إلى بلدة إلى درعا البلد وإلى الأحياء المحيطة بها، مثل طريق السد، مثل مخيم درعا للاجئين. وبالتالي يعني هذه المفاوضات هي متعثرة بالأصل، وحاول النظام فرض إرادته بعد خسران الجولة الأخيرة مع ثوار درعا، وحاول فرض إرادته على أبناء المنطقة، إلا أن المفاوضات متعثرة أصلا. وبالأمس كان هناك لقاء يوم السبت عصرا، كان لقاء بين لجنة درعا أو لجنة محافظة درعا للتفاوض وبين لجان النظام. وطبعا هنا أشير إلى لجان النظام بأن هناك لجنتين للنظام، لجنة يقودها الإيرانيون بقيادة الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، ولجنة للمخابرات العسكرية وباقي الفرق الفرقة التاسعة والفرقة 15. سيادة العميد، بالحديث عن هذه المفاوضات، فيما تكمن نقاط الخلاف في هذا الاجتماع الذي أشرت إليه؟ يا سيدتي، أولا هناك خلاف كبير جدا. أولا إذا تنازل أبناء محافظة درعا عن مرتكزاتهم وعن ثوابتهم في طلباتهم وفي تثبيت ما يريدونه، فإن النظام لن يقبل بأي تنازل. يعني هو يستطيع أو يسعى لكل التنازلات التي يمكن أن يسيطر بها النظام والميليشيات الإيرانية على المنطقة بالكامل. وبالتالي يعني حتى إذا تنازل أبناء المنطقة عن مطلب، هم لا طبعا يريدون تنازلات أكثر والمطالب تكثر، وطبعا لن يقوى عليه أبناء المنطقة في أن يسلموا المنطقة إلى الميليشيا الإيرانية. طبعا هنا أقول أن الميليشيا الإيرانية ليس هدفها درعا فقط، وليس هدفها الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، بل هي هدفها التوغل في المملكة الأردنية، لأن البلد الوحيد المستقر من الدول العربية هو الأردن، الذي يحوي سواء لاجئين من العراق أو من اليمن أو من سوريا، هو هذا البلد المستقر، والميليشيا الإيرانية تريد أن تعبث بهذا البلد. هم يريدون الوصول إلى الحدود الأردنية، الحدود السورية الأردنية، وبالتالي العبث بأمن هذه البلد. وأنا أقول بأن مطالب النظام والميليشيا الإيرانية هي مطالب السيطرة على المنطقة. الآن هي المطلب الأساسي الذي يطلبه النظام والميليشيا الإيرانية هو التهجير الديموغرافي الممنهج الذي يقوده النظام والميليشيا الإيرانية في المنطقة منذ بداية الثورة إلى يومنا هذا، عندما رحلوا الجميع إلى الثقب الأسود في إلى إدلب، وبالتالي هم يريدون ترحيل أبناء منطقة أو مدينة درعا أو حوران إلى الشمال السوري، ليخلوا لهم المكان ويستخلوا لهم الجغرافيا، ويتم التغيير الديموغرافي كما يريدون هم. سيادة العميد، إلى أي مدى يملك النظام فعليا نقاط قوة تمكنه من فرض هذه الشروط؟ نحن نراهن أولا على عدم التدخل الروسي. التدخل الروسي طبعا هناك خلاف
والنظام الروسي أو المحتل الروسي استطاع التفاهم مع أبناء المنطقة وقال لهم أننا نريد نشر 3 حواجز في المنطقة للفيلق الخامس واللواء الثامن الذي يتبع لروسيا. إلا أن النظام والميليشيا الإيرانية عندما رأت أن الاتفاق لا يخدم مصالحهم، طبعا إيران تريد أن تعمل في الظلام وتريد أن تستولي على المنطقة، ورفضت هذا الاتفاق وحاولت العبث بأمن المنطقة، وبالتالي قصفت المنطقة وحاولت التعتيش في المناطق الشرقية من مدينة درعا، وتصدى لهم الثوار وحصل ما حصل. إلا أن الروس يعني اتفقوا ويراهن على عدم التدخل الروسي بالطيران. إذا لم تتدخل روسيا بواسطة الطيران فإن النظام والميليشيا الإيرانية لن تقوى، لن تستطيع أن تجابه. الثوار طبعا الثوار هم ذات إمكانيات بسيطة جدا، بندقية أو رشاش، وبالتالي هم قادرين على أن يتصدوا للقوات الإيرانية وميليشيا حزب الله وميليشيا النظام، وهم قادرون. وتجربة يوم الخميس كانت شاهد على أن النظام هو هش جدا والميليشيا الإيرانية غير قادرة على أن تقوى لمجابهة الثوار في مدينة درعا ومحافظة. بالحديث عن الثوار، إلى أي مدى يقاتلون لإعادة التهدئة لما كانت عليه الأوضاع من قبل، أم يتجهون نحو فرض واقع أمني جديد في درعا؟ يا سيدتي، من يريد أن يفرض واقع أمني جديد هو النظام والميليشيا الإيرانية. يعني هم يريدون السيطرة تماما وفرض إرادتهم ونشر جنودهم ونشر الميليشيا الإيرانية في المنطقة، والتشيع كما يحصل في حلب وكما يحصل في دير الزور والقامشلي والبوكمال، هم يريدون أن يحصل في درعا ومحافظة درعا كما يتم الحصول في حلب وغير حلب. لذلك من يريد أن يعبث بأمن المنطقة هم الإيرانيون، والنظام السوري أو بعض القوى من النظام السوري سواء كان الفرقة الرابعة أو المخابرات الجوية هم يريدون العبث. أما الثوار وأبناء المنطقة من المنطقة الجنوبية هم يريدون التهدئة ويريدون أن يتم هناك إحلال سلام ليعيش الناس. الوضع الاقتصادي سيء جدا والناس يعني غير قادرة على تأمين حياتها المعيشية. شكرا جزيلا لكم سيادة العميد عبد الهادي ساري.